أحبائي، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات وقفة مع السلوك. اليوم غادي نتكلموا في موضوع ديال التصرفات الأنانية. يعني إحنا كل يوم تنعاني من هذه التصرفات بشكل يومي وبشكل كثيف، يعني ممكن في المقارب، ممكن في الشركات إلى آخره. يعني هذا تدل على أن الإنسان تحب ذاته. حب الذات هذا شيء مرغوب في حدود معينة، فطبعا أي شيء سيفوت حده ينقلب إلى ضده. وفي هذا الباب أنا بغيت نشارك معكم واحد القصة وقعت لي في رمضان وفي ليلة 27 من جيت نصلي التراويح، فإذا أفاجأ بسيدة تقول لي المكان محجوز. فهنا علامة استفهام، هل يعني هذه السيدة تتقصد هذا الشيء اللي تتقوله أو عن غير وعي هي تصرفت تصرف أناني، مع أن القصد ديالها الكبير هو التقرب من الله سبحانه وتعالى في يوم كهذا مبارك. إحنا كنا تنوقع في أخطاء في حال هذه، نحترس ونحاول دائما أننا نلبيه الرغبة الرسول صلى الله عليه وسلم. نسي قلنا في الحديث الشريف: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أشكركم على تتبعكم، وما تنساوش سلوكك يحدد قدرك.